يتوقع أهالي العاصمة بغداد أنهم على موعد مع هزة أرضية ستثير الرعب والخوف والقلق بين صفوفهم، في وقت لم تغب فيه المواقف الطريفة والمضحكة على لسان ووجوه الكثير منهم. ففي مساء ليلة الأمس تفاجأ أهالي بغداد وعدد من المحافظات الأخرى بهزة أرضية ارتدادية إثر زلزال ضرب المنطقة المحاذية للحدود العراقية الإيرانية، والتي خلفت دمارا وخرابا في المناطق الشمالية وإصابات ووفيات تقدر بالعشرات، لتكون ليلة صاخبة بالقلق قد مرت عليهم. أما بغداد كانت حصتها حالات الذعر وخروج معظم الأهالي الساكنين في المناطق والمنازل القديمة ومبيتهم في الشارع تخوفا من وقوعها عليهم. المناطق القديمة من بغداد اللي هي محصورة ويا نهر دجلة، واللي بالجانب الآخر من جانب الكرخ والرصافة، مناطق تتضمن دور قديمة ومعظمها السقوف مالتها خشبية، فأي هزة أو أي ارتداد ممكن أن يعني تهديم ويقدم ضحايا ودماء. الناس الرهبت رهبة، السيتي سنتر طلعوا أكثرهم القاعدين جوا، المحلات، العالم يشوف صارت فد فوضى يعني مو طبيعية، الناس ما مصدقة يعني، فالشيء جديد عليها. أصحاب المحال التجارية تحدثوا عن لحظات وصفوها بالصادمة مر بها المتبضعون الذين لم يكن في حسبانهم أن هزة أرضية بانتظارهم. البعض منهم ظن أنها مزحة أو مقلب، وآخرون ظنوا أن ما يحدث مشهد هوليودي أو مشابها لما يحدث في الدول التي تشهد كوارث وزلازل باستمرار. فحسيت أنا عبالي أنه مثل فقر دم دوران هيك شيء، وراها نزلت أرد أقوم أباع الثريا تلعب، زين يمي زباين بالمحل لا بي أقولها طلعي، خفت على الثريا توقع على العالم. صارت الهزة، احنا أنا طبيت هنا المحل أباوع الميكانات تتحرك، الولد وايد يشتغل هنا نفس يعني صوفان، قول حسيت روحي دخلت باوع الملابس هم تتحرك هذه، خليت أنا وطلعت من المحل، ولد وياي كلهم طلعوا، نطلع برا نباوع العالم كلها طلعت من المحلات، وهذه الشارع كله انترس عالم، كلها العالم اكثريتهم طلعوا من المحلات وقفوا بالشارع. مديرية الدفاع المدني اتخذت إجراءات فور وقوع الهزة من خلال تسيير دوريات في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية تحسبا لأي طارئ أو حادث قد يصيب المواطنين. الحمد لله كان انتشار سريع واسع لفرق الدفاع المدني وشرطة بغداد وشرطة المحافظات الاتحادية، القطعة الماسكة للأرض تفاعلت بشكل فوري وسريع. الدفاع المدني لديه خطط استباقية، خطط طوارئ للتعاطي مع هكذا حالات. ساعة الصفر لإطلاقه هو الإذان ببدء الهزة، وهذا ما حصل فعلاً. كان معالي السيد وزير الداخلية المحترم ومكتب السيد رئيس الوزراء مركز العمامة الوطني على تواصل معنا، معالي السيد الوزير وقادة الوزارة. ناشطون عبروا عن استغرابهم من تحول وسائل التواصل الاجتماعي بعد حدوث الهزة الأرضية إلى منصة للتهويل وبث شائعات وأخبار، مما أربك المواطنين وزاد من خوفهم. جابر جمال، قناة رشيد، الفضائية، بغداد.